للشيطان الوالدة الوليدة وليدة لا للشيطان صبري صبري الله يحفظها مسكينة هي راه مستاهلاش تحرك راه مستاهلاش راه ولدة تشوف وتكرفس تيست تيست وليدة الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتوا في البث المباشر مباشره من مدينه الجديده فضيحه كبرى لاحد المساحات الخاصه في مدينه الجديده. اليوم معنا هذا الشاب هذا اللي جاب والام ديالو اللي جاب خوه هنايا لهاد المصحه الخاصه بمدينه الجديده بعد ما انا درنا معاه لايف في مدينه داروا معاه الزميل ديالنا في مدينه الدار البيضاء جابوه هنا باش انه يداوى يعني الناس عاطين فلوسهم باش هاد السيد غيداوى. المصحه الخاصه اللي عليها انها توفر جميع المطالب ديال هاد الناس رغم ان الناس مادين الفلوس ديالهم. ان السيد جابوه فرق عليه المصرعان وكيقولوا ليه هذه حتى حسب ما كيقول السيد كيقولوا ليه لا غير كاع خارج راه حشومه وعيب وعار انكم تشوفوا بحال مصحه خاصه وتصرف بهذه الطريقه هذه مع هاد الناس هذو. السلام عليكم. السلام عليكم. اول حاجه غنبداو ببدايه النقاش عود لينا من الاول شنو كانت نوعيه المرض ديال خوك باش الناس يتذكر. دابا خويا كان داير عمليه على المصران كانت تفرق عليه المصران داير عمليه حيدوا لي واحد الطرف من المصران كان فيه التهاب في موريزكو في كازا وعلقوا لي لابوش هنايا بما برا لي المصران. بقينا متبعين ليه في موريزكو على حساب باش يديروا لي العمليه يردوا لي مصرى للبلاصه. اجي اجي شنو قالوا لك؟ قال لي جا ملي دخلت لقيت ولدي سيري موت دخل عنده هو الطبيب قال لي شنو ندير لي خرجي خرجي دي دي ولدك دي ولا خليه ولا وخرج مشى بحال هكا بهالطريقه بهالطريقه مشى كيطهر الدراري ولدك كتشوف فيه كيموت انا ساكن عارفه كيموت وجر معاه باش يموت راه عرفت ولدي كيموت دابا شفتو على اساس انه يدير العمليه دار العمليه وخلى لي شرق لي النصره لداخل وجبناه عنده خلى لي خلى لي النصره خلى لي النصره مشرق مني جبناه عنده قال لك لا شهاده غير القيح هذا قلنا راه القيح شويه ولينا كنشموا ريحه خايبه هاوت عنده قلت لي الدكتور بزير راه ولدي راه ماشي القيح هذا راه مال كبير قال لي تشرق لي النصران تشرق لي صافي غيتوقد شويه وندير لي العمليه تسمح لي وميت يعني كما قلتي الذنوب ولدك راه عليه ست ايام وشاد لي ولدي والمال كبير كيخرج لي في مصار من ست ايام ما عندي ما ندير صافي واحد الطريقه بارده كيقول لك سيري خليه صافي خليه صافي ملي قلت لي ولدي سيري موت قال لي وخرجي باش ما تسمحنيش وما تخلصيش اللوازم وما ولدي سيري موت وقاتلوا لي وكيقول لي خلصي عليه اللوازم انا اش غندير وليدي اش غندير اش غندير فاش دار لي العمليه فاش دار لي العمليه فاش جينا عنده هنا جبناه عنده دخلناه قرا الدوسي ديالو اللي عطينا موريزكو قرا الدوسي شاف الدري قلبو البناج هو قلبو قال لنا ماشي مشكل قالنا انا ندخلوه يدير لي العمليه راه ماشي شي حاجه عنده خطيره راه غيولي بخير قلنا ليه صافي دكتور بشحال يتقام هادشي دخلو دير لي العمليه قالنا صافي يومين وندير لي العمليه داكشي اللي كان دخلو يومين دار لي عمليه المحسنين داروا لنا خلصوا لنا العمليه دار لي العمليه خرجوا قالنا راه غيولي بخير خرجوا مكملت السيمانه اخويا كرشو بدات كتنفخ من بلاصه الخياطه اول حاجه تحلات رجعنا عنده قال لنا ماشي مشكل الخياطه بقات مفتوحه دوكا كرشو كتبان لك شق ثقبه في كرشو قداش محلول قلنا ماشي مشكل عطانا واحد الرشاشه قلنا ماشي مشكل واخا خياطه محلول مشينا قلنا حق راه طبيب عارف شنو كاين لقينا بحال ما كرشو غادو كتنفخ فهمتي حنا قلنا واقيلا مع الفتحه اللحم تنفخ دازت شي 10 ايام ولا 15 يوم مكاملاش بالليل وهي ديك الفسحه وهي بدات كتخرج واحد الماء صفر بحال القيح فهمتي وداك الشيء الليل كامل هي كتكب بزاف الغد ليه حتى هي بحال هكاك حنا قلنا قيح راه غيحبس بقينا الغد ليه حتى النهار كامل هكاك الدار هي كدوز وانا هز التليفون صونيت ليه قلت ليه الو دكتور الخوادري ها وقع ليه وبغي يجيبوه ليا نشوفه جبنا ليه دابا هذا هو النهار الخامس باش جبنا ليه قلبوا هو يقول لنا ما تخافوش قلنا ماشي شي حاجه اللي واعره هذا غقيح انا غنصواني ليه الفسحه وصافي يولي بخير ودوه داكشي اللي كاين صوان عليه حنا قلنا راقيح وصلت لقيت قلنا راه غدو قلنا لي دكتور غنخرجوه هو يقول لنا لا فين الدو تخرجوه يموت قلنا تنشف ليه داك القيح ويبرى عليه فهمت خلينا يومين هو ناعس في الشومبر
وداك القيح كيخرج لي داك الماء بزاف فهمتي. هو كيقول لينا فين ما كيجي عندنا قلنا مسخافوش راه قيح. حنا في شدينا داك الشيء اللي كيخرج لي شميناه لقينا ماشي ريحه القيح، ريحه خانزه حاشاك فهمتي. ونهبط انا والوالد عنده البيرو قلنا له دكتور هذاك الشيء اللي كيخرج راه ماشي قيح، قلنا له راه ريحه خايبه. هو يدير فينا ها هو يقولنا المصران تفرقع، يعني هو عارفه فهمتي وكيكذب عليكم بواحد الطريقه عاديه عاديه. دار فينا هو يقولنا المصران تفرقع لي دابا نشوف كيفاش ندير ليه. بحال ما هكا بحال كيصايب في شي بياسه بحال حاط عنده موطور كيصاوب اخويا بحال ماشي بنادم فهمتي، كيشوف فيه كرشو كاع مفرقع وداك الشيء كيكب. قالنا دابا ندير لي عمليه وهادي. بقينا في الشومبر قالنا تسناو تسناو شحال ديالو وندخلو للبلوك. خمس ايام هو مليوح تمايا كرشو كتكب، الدري غادي وكيرجع للور واحد شويه مابقاش قادر يحرك حتى يديه فهمتي، مابقاش قادر تياكل. وليت انا كنوكلو شويه الهضره ولات ثقيله عليه فهمتي. هو ما كاينش هنايا الدكتور كيجي يطلع علينا مره في النهار، وفاش كنهبطوا عنده كنبغوا ندوم معاه نسولوه كيزرب علينا كيقول لك كلمه وكيزيد ما كيكملش معاك حتى الهضره. ما كيعطيكش حتى وقت، ما كيعطيكش وقت اي ريحك بعدا والو، كتسولو كيجاوبك بالزربه مزروب وكيهرب عليك كيمشي ويخليك. البارح جا عندنا في عشيه واقف انا والوالده هنا، شافت الحاله ديالو مدهوره كتبكي مسكينه. هو غادي ويوقف عندنا قالنا حق جيبوا لي الدم، قالنا جيبوا ثلاثه الساشيات ديال الدم باش نوجدوا على اليوم غندير لي العمليه. مشينا انا والوالده البارح تجارينا وخلصنا الدم وجبناه علقوه لي. اليوم الصباح الصباح اخويا مسكت كي صافي كيلحق فهمتي. هذا انا نقلب فينا الطبيب قالك باقي ما جاش 9 ونص ولا 10 هي الطبيب باقي ما جاش. ما كاينش في المسجد باقي ما كاينش. صونيت لي في التليفون قلت له دكتور خويا كيموت انت ما كاينش ما مسوقوش. قلت له خمس ايام تلاحوا لنا هنايا. يقول شوف زكريا، زكريا بناج ماشي طبيب ماشي لا خاصه بالبنج راك عارف. طلع عند زكريا شافه هضرت معاه قلت له خويا راه كيموت دير شي حاجه وما يهبطوا الانعاش. هبطوا الانعاش علقوا لي اكسجين صافي خرجوا خلوه تم صافي بقى تم ما داروا معنا والو. الدوسي ديال موريزكو فاش بغيناه الدوسي اللي عاطينا موريزكو كنتو حاطينه في الشومبر، كنا حاطينه في الشومبر فوق فوق واحد الطابله حاطينها لي حدا راسه فهمت. دوسي زرق فاش كنسولوهم على الدوسي كيقولنا ما شناش ما كاينش. والدوسي حنا ما هزيناش حاطينه في الشومبر حداه فهمتي. قالنا الدوسي ما شناش ما عرفناش هذا الشيء اللي بغينا حنا. علاش مغبرين علينا الدوسي فهمتي؟ واخدين عاطين فلوس مخلصين عمليه وفي الاخر ما دارنا مع خويا والو توفى. شحال الواجبات اللي خلصتو؟ فاش فتح لي النوبه الاولى مليون و 130 الف ريال. ديناه فاش عاودنا رجعنا خلصنا عاوتاني الدم 1500 درهم. واليوم في الصباح هو شاده الموت صافي فيه التحريجه ديال الموت وجا هز لي واحد اللعيبات وقالنا تحاليل. قالنا خلص 600 درهم نمشيو نديرو لي تحاليل. عطيتو 600 درهم قلت لي سير ديرو لنا التحاليل بالزربه. مشاو تعطلوا ما بقاو جوج دوك صحاب التحاليل كاع تمات خوادر وهما باقي ما جاهم والو. شكون اللي قال لكم الخبر الوفاه ديال خوك؟ حنايا بقينا واقفين حداه ما بغيتش نخرج لهم انا من الانعاش. واخا يقول لي خرج نقول لهم ما نخرج. يقول لهم انتم طبيب ما كاينش حداه ونخرج نخلوه يموت بوحده. صافي حطوه في انعاش ومشاو خرجوا ودخل كيطهر في الدراري وما خلاش واحد اللقطه ويجي عند الوالده قال لها شوفي قال لها دي ولدك خرج. بحال ما كوزير. اللي قلت لك الرساله اللي تبغي توصل لوزير الصحه. اخويا هادشي راه ماشي معقول راه حقره هادي. الحقره تعدى لي على خويا كرشو مصران كاع مفرقع قلنا ماشي قيح. خويا كيموت وهو ما مسوقش. داخل كيختل شنو مخي خويا انا في انعاش كيموت كاع مسوقو خسر علينا كل ما حق ديو فينا نديو انت لاعب ليه بكرشو كاع مخربق عليه. عمرك شفتي اخويا شي فتحه كزبره محلوله كيقول لك تسنى تزبره حتى الخياطه ما كايناش خياطه في البلاصه. النهار الثاني وهي تحل الخياطه فاش رجعنا عنده قالنا لا ماشي مشكل دابا صبر عاد بحال بقات كرشو قدك راكو كان كنت دخلتي شفتي هذاك كرشو يلاه بدات كزبره باقي حله قدك. الله يرحمه الله يوسع عليه. يعني مشاهدين ومتبعين شوف تي في كما شفتوا هاد الناس هادو اللي واكبنا معاهم القصه ديالهم من الاول حتى لدابا. واش هل يعقل ان مصحه خاصه يعني اللي عنده واحد الماتيريال مجهز وعندها دكاتره يعني اللي قسموا باليمين انهم يخدموا ويشرفوا على هذه المهنه ديالهم كيديروا بحال هذه التصرفات هذا؟ واش هل يعقل ان السيد على حسب ما قال خوه مفتوح عليه كرشو وكتقول لي تيبرا كيقولك عادي كيقولك وهل يعقل ان الطبيب يجيش للعشره وما يشوفش المريض كيموت؟ هذه رساله لوزير الصحه انه يحاول يشوف هذه القضيه بعين الاعتبار ويحاول يتاكد حيت هذه راه ماشي اول مره هذه راه ثاني مره اللي كتوقف فيها منبر شوف تي في هذا الحدث ديال الاخطاء الطبيه في هذه المصحه بالضبط. ثاني مره اللي غادي نصوروا فيه خطا طبي هذه اول حاجه. يعني الرساله ديالكم الاخيره اش بغيت تقولوا للناس؟ الله ياخذ الحق اخويا راه تعدى لي على خويا هذا السيد جايبينه الاساس عند الطبيب غادي يعالجه تعدى تكرفس لينا على خويا.
ما كاين لا خياطه لا والو، خياطه مكمله شي 15 يوم كرشو مفرقع كيلوزن لنا داك الشيء، فاش جبناه عنده كرشو كاع مفرقع وكيقولنا عادي واحد البروده فهمتي، ما مصورش عادي وما كيعطيكش حتى وقت، كيوك عادي وكيزيد، صافي كيدخل يختن ولا كيمشي عند باسيون اخرين وكيخليك انت. يعني مشاهدينا شوفوا كما كتسمعوا، يعني كلمه حسن من جوج، يعني كنطلبوا من هاد اصحاب المصحات الخاصه خصوصا هاد المصحه، خصوصا هاد المصحه هذه اللي ثاني مره وهي كدير الخطا طبي، ثاني مره استاذه خلا 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 لا خلا 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 استاذه عيطي عيطي الامن الامن اولا لا ماشي ممنوع ما كايناش ممنوع يا استاذه ما هو استاذه ما كايناش ممنوع ما كايناش ممنوع ما كايناش ممنوع ما كايناش ممنوع عز الدين خلينا نكملوا يعني كما كتشوفوا خرجات احد الناس اللي خدامين في هذه المصحات الخاصه اللي بغاو يمنعوا هذا اللايف ديال شوف تيفي انه يتم امام هذه المصحه الخاصه، وهل يعقل ان السيد مات لخوف هذه المصحه الخاصه باش تبردوا عليه وباش تبردوا قلبه بسبب واحد الخطا طبي باش تبردوا ليه قلبه كدوا معاه بواحد البروده، فين هو القسم اللي اديتوه؟ هو المسؤول على هادشي كامل. هذه رساله لوزير الصحه ما تجيش هاد الناس هادو راه ثاني مره هما كيديروا الخطا طبي هاد المصحه هادي. تدايا لخويا ديال بصح ما خياطه ما والو داير لي واش مصران اخويا كتشوف فين الفرق وكتجي انت كتبيا عادي هادشي بواحد بروده فهمتي ما نصوغش انسان هذاك كيموت انت ما على بالكش شنو هذيك حقره كتشوف بنادم ما عندوش تبت حقره يعني مشاهدين ومتبعين شفتوا كنتمنى الرساله تكون وصلت لوزير الصحه كما شفتوا هو دابا ضاعت روح على هاد المصحه هادي يعني مشاهدين ومتبعين شفتوا تيفي كما كتشاهدوا معنا على المباشر تم تهجم احد كما كنقولوا حنا الفلمليات اللي كاينين هنايا خارجه عندك كتقول لك ممنوع تصور واش فلمليه ولاش كتدخل في القانون ديال الامن الوطني عمري شفت هاد القضية هنايا يعني ما عرفناش هاد القضية كيف دايرة حنا كنصوروا بأمور قانونية ما عاد حتى واحد يتدخل بناجة لا ما عندهاش حق تدخل ماشي تدخل ماشي بالناجة ما حق تدخل دخل إلا كان شاد ديال الأسوار ديال المصحة الخاصة هادي في القانون ما عندهاش الحق تجي تقيس شي واحد هادي يا جوج تحملي مسؤوليتك هاي عبر منبر شوف تيفي ان السيده تحمل مسؤوليتها ديال هادشي اللي دارته يعني خويا الرساله ديالك الاخيره لهاد الناس هادو اللي داروا في خوك الحال والله ياخذ فيهم الحق مش مسؤول يدخل ياخذ ديالها حتى الدوليه على خويا راه اعمار بيد الله صراحه ولكن راه خطا طبي هو السبب راه مني دار العمليه خويا صحته تدهورات وبزاف راه اون فوا خرجنا من البلوك دينا للدار كرشو بدات كتنفخ حنا قلنا يمكن راه الفسحه مع الفسحه تنفخات ولكن من تنفس هذاك الشيء بدا كيكب ويا تفش ليه كرشو يعني من نهار مخرجينه من الكلينيك كاين الخطا في النصران بالصبر دابا نشوف اللي طرا حقك الا ما خديتيش هنا غتاخذه عند الله سبحانه وتعالى وخوك حقه راه ما غيضيعش نعم بالله لا اله الا الله المهم راه مشويه من جهه هذا الوليد ولكن راه حق خوك راه ما غيضيعش لا اله الا الله يعني مشاهدينا ومتبعين شفت تيفي كما سمعتوا معنا هاد القضية اللي تبعتنا معها من الأول حتى الأخير ونتلاقى معكم ببث مباشر آخر في أمان الله إلى اللقاء